السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله من بعد الفيديو اللي درت لكم ديال حفر الابار من طرف جمعيه السلام للتربيه والعلوم الانسانيه من هولندا، يعني جمعيه ديال المحسنين اللي كيحفروا الابارات في المنطقه الشرقيه، كنا سبقت لكم درت واحد الفيديو من قبل، واليوم ان شاء الله غادي يكملوا المهام ديالهم ويكملوا العمل الخيري ديالهم، غادي يمشيو يركبوا الطاقه الشمسيه لهذا الدوار هذا. ان شاء الله انايا من اتجاه من بركان اتجاه بدبدوه غادي ان شاء الله نمشي تما، وغادي نصور داك الشيء باش نوري للمشاهدين الكرام كيفاش الجمعيه كتواصل مع هاد الناس هادو ديال الدواور اللي محتاجين الماء وكيعانيوا بالمياه. ان شاء الله غادي يدير لهم الطاقه الشمسيه بالبومبه ديالها بكل شيء، بالسقايه ديالها بالشاطو ديالها، وغادي يوفروا لهم كل شيء لذاك الدوار هذاك اللي كيعاني من المياه. ان شاء الله الماء راه موجود، البير راه موجود، ان شاء الله ما يخصهم حتى شي حاجه. وان شاء الله اللي ما شاركش في القناه اول مره يدخل القناه يشارك في القناه، وعلى ما قريت في التعليقات ديال الزملاء ولا المشاركين كيقولوا لي ودي كيفاش نتواصلوا مع هذه الجمعيه، كل واحد كيقول لك ودي نبغي العمل الخيري. ان شاء الله اللي بغى يتواصل غادي نخلي النيميرو ديالي ديال الهاتف او الواتساب يتواصل معايا، ومن بعد نعطيه رقم الهاتف ديال الجمعيه ولا الرقم الحسابي ويتعامل مع الجمعيه ويتواصل معهم ويعطيو له المعلومات الى بغى حتى هو يدخل في هذا العمل الخيري ان شاء الله، باش نقدو هاد الدواور اللي كامل اللي كيعانيو بالمياه ان شاء الله بحول الله. خليكم مع الفيديو، ان شاء الله انا غادي ننطلق من مدينه بركان اتجاه دبدو باش نصور داك الشيء هذاك ان شاء الله بحول الله. الى اللقاء حتى الفيديو ان شاء الله.
الثاني. شوف هذيك تحب محافظ هذا سمعت؟ هذه راها احسن ما كاينه اليوم في السوق. غادي تهود حتى غادي تطلع للجاوجه، غادي تمشي تمشي للجاوجه، غادي نديو من هذه، نديو من هذه، من هذه، غادي نديو من هذه. بديو من هنا هكا صافي باش يبقاو هكا. اصبر غادي عاد نجمعوهم هكا تماك هكا. هذا غادي تجي ضايع. شوف شوف هنا غادي يمشي تحت، هذا فين غادي يمشي؟ إلا جينا الطبراسة تحت جات الجاوجة عشرين درهم تاع لا ديفيرونس. بعد انت المشاره ديال الخير ان شاء الله نصبغوا الماء وياك. التيو غادي يخرج منا، غادي يخرج منا، غادي يديباري عليه الطاقه ان شاء الله. ان شاء الله غادي يخرج منا الماء ان شاء الله، ويرجع لنا من الماء كل شيء حي ان شاء الله، ما يتقبل من المحسنين. هو ينفس زيدو 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 تخسر راسك تخسر راسك. جيب شي سطر اخرى، جيب شي سطر اخرى، جري جري يقلب الخيوط. زيد زيد لف راسك، دخل زيد دخل دوش 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 في البركة في البركة را دوش. أرى يقريب البرد.
وديك لامونيت دخل دخل بركة كبيرة. أمين. الله يستر مالهم. أمين. الله يستر وليداتهم. أمين. الله يحفظهم. أمين. الله يجعلهم جيال اللي جاوا فيها يصحوا فيها. أمين. الله يعمر صندوق بالمال والولاد. أمين. الله يثبت أجرهم الله يثبت الحسنة. أمين. الله يمشي بركة إن شاء الله. أتخون الله أتخمو نور الجنة. أمين. أتخون الله أتخمو نور الجنة. أتخون الله يخلصهم. أمين. أتخو الطيور وأتخو أمين. تكسيبة وأتخو يا ربي يا ربي استجب لنا. أمين. يا ربي تخوي مالهم. يا رب تحفظهم يا رب تحفظهم يا رب يجمعوا كل خير أمين. إن في شيطانهم والسلطة الله ينصره وينصر عليه وكل خير ولا عليه انتم اللي خدمتوا معهم شي بركة إن شاء الله أمين. الله يحفظكم يغنيكم على الخلق يستر الوليدات يستر الأعراض يستر الغارات الله يحفظكم إن شاء الله في المكان الله سنتين يدخلوا فيها إن شاء الله أمين. والحمد لله رب العالمين آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الله يرحم الوالدين.